الكارت الاحمر ممكن يكون عقوبه بسيطه بالنسبه لعقوبات تاني انت في الغالب مش عارفها، والنهارده هنتكلم عن اسوا 3 عقوبات في تاريخ كره القدم. في المركز الثالث ارتداء ملابس نسائيه. مدرب نادي باتريك ثيسل الاسكتلندي خلى اللاعب جاري فريستر يلبس فستان نسائي وردي في التدريب، وده عقاب ليه على كسله في تاديه التدريبات وتراجع مستواه. في البدايه ظهر اللاعب كان الموضوع مش فارق معاه، ولكنه فجاه ما قدرش يمسك دموعه. في المركز الثاني جمهور من النساء والاطفال. في سنه 2011 الاتحاد التركي فرض عقوبه على نادي فنربخشه، هو انه يلعب مباراتين بجمهور من النساء والأطفال. الأطفال اللي سنهم أقل من 12 سنة، والسبب هو شغب المشجعين واقتحامهم لأرضية الملعب، والكلام ده حصل في لقاء ودي للفريق قبل بداية الموسم مع نادي شختار الأوكراني. في المركز الأول سجن ب 44 يوم. في سنة 1994 كان في مباراة بين نادي رينجرز ونادي رايس روفرز بالدوري الإسكتلندي، وفجأة اللاعب دونكان فيرجسون يضرب وينطح اللاعب جون ماكستاير. الغريب إن الحكم ما خدش باله، ولكن الكاميرات سجلت والتلفزيونات عرضت، والحكومة الإسكتلندية شافت الحادثة واتحكم على دونكان فيرجسون بالسجن 44 يوم.